في ذي الحليفة وهي قريبة من المدينة جدا، ولدت أسماء بنت عميس زوجة زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت محمد ابن أبي بكر. وانظروا إلى الهمة في الخير وفي طلب العلم، امرأة حامل في أيامها الأخيرة تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج في سفر يأخذ 9 أيام على بعير أو على الأقدام، 9 أيام، ومع ذلك تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبقى في المدينة. انظروا إلى علو الهمة. قال العلماء خرجت لتتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سبحان الله، نحن يبذل لنا العلم ويقدم لنا العلم، ويأتي المشايخ والعلماء وطلاب العلم، ومع ذلك نتكئ في بيوتنا ولا نحضر ولا نحرص. هذا والله هو الخسرة. هذه همة السلف الصالح رضوان الله عليهم.